يعني استعدادك بقى للموسم اللي جاي ازاي؟ وانت قلت كمان انت معاك كام لعيب لغايه دلوقتي؟ طمني عليك. والله بص يا كابتن هاني، يعني بشكل عام طبعا الوقت ده ضيق جدا، من اصعب المواسم اللي هتقابل الناس في مصر، خصوصا الثلاث فرق اللي هبطوا هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا، لان عشان تجهيز لموسم جديد بلعيبه جديده، معظم اللعيبه مشهم، معظم كان عندنا حوالي 7-8 اعارات اضافه الى 8 لعيبه طبعا تم الاستغناء عنهم، اضافه الى 4 لعيبه من عندنا راحوا لنادي الجيش. بس في لعيبه مميزه ما زالت باقيه يعني، صح؟ في الحرس ثلاثه بس فرق ثلاثة بس والله، ثلاثة أو خمسة يعني، من ثلاثة لخمسة يعني موجودين. بنحاول نبني فرقة من جديد، فرقة من البداية خالص. موضوع صعب مع كمان موضوع الهبوط بقى المشكلة. طبعا كنا متفقين مع لعيبة كمان أثناء كورونا إن أساسا الدوري هيتلغى، اتفقنا مع لعيبة حوالي 12 لعيب وكنا خلصنا معاهم خلاص. طبعا لما الفرقة هبطت ما حدش جالك.